طيب موضوع تاني عايز اتكلم فيه. انا مش فاهم الحقيقه، ولما اجي لما سمعت ان حكم تم تعيين طاقم تحكيم، طاقم تحكيم لمباراه سان داونز الاولى هنا ان شاء الله اللي هتتلعب يوم 29 ان شاء الله، ان شاء الله تبقى في استاد القاهره ان شاء الله. يعني المباراه تتلعب يوم 29 بطاقم تحكيم تمام، حطوا الحقيقه حكم برضو من الحكام الجيدين او الاسماء الجيده، لكن الحقيقه انا فوجئت بتعيين بكاري جسامه في مباريات النادي الاهلي. والسؤال هنا، لماذا بكاري جسامه في مباراه العوده؟ مش فاهم. اذا كان هناك اعتراض كبير جدا يا راجل، ده حكم بوظ مباراه نهائيه، بوظ مباراه نهائيه. هو انا اللي بوظتها حضرتك؟ مش انا، مش جمهور النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي. اللي بوظ المباراه النهائيه هو بكاري جسامه. حضرتك بتديله مباراه في دور مباراه العوده في دور الثمانيه. طيب النادي الاهلي في 2017 مع الوداد، حضراتكم فاكرين المباراه وايه اللي حصل؟ حضراتكم فاكرين اللي كان بيحصل ايه في المباراه؟ انا كتبت نقط سريعه جدا. كان هناك اضطهاد كبير جدا من بكاري جسامه في مباراه الوداد 2017. فالحقيقه حاجات غريبه جدا بتحصل، وحاجات الحقيقه يعني الواحد مش فاهمها. فاتمنى الحقيقه ان الموضوع ينتهي بهذا الشكل. اتمنى ان الموضوع ينتهي بهذا الشكل. بمعنى ايه؟ بمعنى حط اداره ولكن يجب ان يكون هناك رقابه على هذه المباريات. الناس كلها لازم تشوف، الناس كلها لازم تعرف ايه اللي بيحصل. بكاري جسامه اتمنى ان شاء الله ان لو يظل متواجد ان تكون المباراه لسه بدري، هنتكلم في هذه الامور خلال الفتره القادمه.